صاروخ هزع المنصوري. هزع المنصوري كان أول إماراتي يذهب إلى الفضاء. ذهب إلى الفضاء في 25 سبتمبر 2019. هزع المنصوري هو أول إماراتي. ذهب إلى الفضاء. نعم. هزع المنصوري 25 عام. عمره 25 عام يعني؟ مركبة الفضاء بها 3 رواد أفضاء، يعني كان في المركبة فقط 3 رواد فضاء؟ نعم. هزع المنصوري ذهب إلى الفضاء لأنه أراد أن يحقق حلم الشيخ زايد. ممتاز يا أحمد. عرف هزع أنه سيذهب إلى الفضاء في سبتمبر 2019. سبتمبر 2019. شكرا جزيلا يا أحمد. صفقوا إلى أحمد. شكرا.